ازيكم يا جماعه واهلا بكم في فيديو جديد من قناه 5 minute practice. معكم خالد محي الدين وفيديو جديد من سلسله تيك توك تيتشز انجلش. في الفيديو دوت هنتكلم عن مشهد او هنحكي مشهد مهم جدا ومؤثر واحنا كلنا بنحبه وكوميدي، وهو المشهد من فيلم الادن او علاء الدين. المشهد كان لما جيني او جني ظهر، اللي هو كان ويل سميث في الفيلم، لما ظهر بعد ما علاء الدين فرق على المصباح كده او مسح على المصباح كده فطلع له. ويكمل الفيديو للآخر عشان تسمع اللي هيتقال، لأن احنا هنشرح حاجات كده أو هنتكلم في شوية جمل كده اتقالت ومش من الطبيعي ان احنا نسمعها، وهنشوف هل هي صح ولا غلط. تقول لي غلط ازاي يا باشا دول الأجانب؟ اسمع وعي، يلا بينا. Oh great one who summons me, terrible one who commands me, I stand by my oath, loyalty to wishes three. I said, oh, great. Excuse me, boy, where's your boss? Help me out here, where's your boss? If I was going to talk to myself, I could have just stayed in the lab. Hello? Use your big boy voice. I'm talking to a smoking blue giant? No! I am not a giant. I am a genie. There is a difference. Giants are not real. طبعا زي ما شفنا المشهد كان ان جيني طلع بعد ما علاء الدين مسح على المصباح وبدا يتكلم معاه، والتاني طبعا كان مستغرب جدا. فتعالوا نشوف بقى ايه تحديدا اللي احنا عايزين نركز عليه في الفيديو دوت. ايه الكلام اللي اتقال يا معلم؟ بص يا سيدي، اول حاجه عندنا قال لك او جريت وان هو سامونز مي. ويل سميث قال الجمله دي، او جريت وان هو سامونز مي، معناها ايه؟ او جريت وان معناها يا عظيم، هو سامونز مي، هو سامونز مي يعني الذي استدعاني، سامون يعني يستدعي، ف summons me استدعيني، تمام كده؟ فيهاش أي حاجة. نركز بقى على المهم. Oh great one. Oh دي معناها إيه؟ مش معناها oh اللي هو واو كده، لأ. Oh دي أداة نداء معناها يا. بنقولها إمتى؟ لما تبقى عايز تنادي على حد هو مش حد. يعني ما بتجيش تقول oh يا محمد تعالى كده، لأ هي ما بتقالش كده. ممكن مثلا نستخدمها في oh my god يعني يا إلهي. بنقولها مثلا المسلم لما بيجي يدعي بيقول oh الله يعني يا رب أو اللهم. بعد كده قال له terrible one who commands me. Terrible one who commands me. Command يعني يأمر، و terrible يعني رهيب. فأيها الشخص الرهيب الذي يأمرني. تقول لي فين بقى أيها دي؟ ما هو قال في الأول إيه؟ Oh great one. ولما كمل terrible one دي كأنه بيقول Oh great one and Oh terrible one. فالجملة هنا ضمنيا بتتفهم إن هو بيقول كذا and كذا، فأنت لو فصلتها لوحدها وقلتها كده يعني عايز تقولها كده أنت مع نفسك كده، لا مش هتتفهم خالص وتبقى غلط. بعد كده قال له I stand by my oath يعني عهد، oath يعني عهد، فبيقول له I stand by my oath. I stand by هنا ده expression بنقوله لما تبقى عايز إيه تقول إيه، أنا ملتزم بعهدي مثلا، فهو بيقول أنا ملتزم بالعهد اللي عليا دوت. I stand by my oath. طيب loyalty to wishes three، الجملة دي grammatically غلط. هو المقصود بيها ان انا وافي بعهدي اللي هو ان انا احقق لك ثلاث امنيات، تمام كده؟ طب هو قال ايه؟ هو قال الولاء الى ثلاث امنيات. كلمه جمله الولاء الى ثلاث امنيات دي مش جمله واضحه، مش جمله مفهومه، لو اديتها لاي حد كده برضه مش هيفهمها، فهي لغه عاميه ما ينفعش تاخد بيها. طيب كان ممكن يقول ايه بقى، او ايه الصح اللي كان ممكن يتحط مكان الجمله دي؟ كان ممكن يقول I stand by my oath which is my loyalty to three wishes، يعني انا وفي بعهدي واللي هو ولائي لتحقيق ثلاث امنيات ليك. فلويالتي كده لوحدها ما ينفعش اقولها خالص، لازم يبقى في شخص موجود اللي هو بيقع عليه صفه ان هو عنده ولاء للحاجه اللي هو بيتكلم عنها. my loyalty his loyalty، نيجي عند wishes three، هي المفروض تبقى three wishes. تقولي طب ويل سميث ليه هنا قال wishes three مش three wishes؟ والله ده غالبا يعني هو ظني، هو ان الموضوع متعلق بس بالقافيه، عارف انت اللي هو ايه، اول جمله قال summons me commands me wishes three يعني كلهم نفس القافيه. تقول لي هو ده ينفع؟ اه احنا حتى لو انت يعني لما كنت في المدرسه كنت بتسمع، او لو انت في المدرسه بتسمع في النصوص اللي بتبقى عندنا
بيبقى في حاجات كده بيغيروا الجمل، يعني بيغيروا الاماكن بتاعت الكلمات عشان بس القافيه تمشي، فهي تنفع. بس دي لغه عاميه مش الهدف منها ان انت تتعلم تقول زيها، انت بس تسمعها وتبقى فاهم ان هي كده. فلو انت ما اتفرجتش على الفيلم اتفرج عليها هتستمتع جدا، ولو انت شفته اتفرج عليه تاني واختار مشهد انت حبه واقعد قلده كذا مره واتمرن عليه لحد ما تقوله بيرفكت زي اللي بيمثله بالظبط. بس كده، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ولو الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج وانت مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستمتع. سلام.